نعم، كأنه لا يوجد، ننتقل إلى سيرة ابن هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. استيذاء أبي كرب، هذا العنوان أظن ضايفه الذي طبع الكتاب عندي، استيذاء أبي كرب تبان أسعد على ملك اليمن ووجهه إلى يثرب. قال ابن إسحاق: فلما هلك ربيعة بن نصر، كما تذكرون هذا كان ملك اليمن، رجع ملك اليمن كله إلى حسان بن تبان أسعد أبي كرب. وتبان أسعد هو تبع الآخر ابن كلي كرب ابن زيد، وزيد هو تبع الأول ابن عمر ذي الأزعار ابن أبرهة ذي المنار ابن الريش. قال قال ابن هشام ويقال الرائش. قال ابن إسحاق: ابن عدي ابن صيفي ابن سبع الأصغر ابن كعب كهف الظلم ابن زيد ابن سهل ابن عمر ابن قيس ابن معاوية ابن جوشم ابن عبد شمس ابن وائل ابن غوث ابن قطن ابن عريب ابن زهير ابن أيمن ابن هميسع ابن العرنجج والعرنجج حمير ابن سبع الأكبر ابن عرب ابن يشلب ابن قحطان. الملاحظة هي ملاحظتي دائما، أنساب قحطان بتكون طويلة، أنساب عدنان بتكون قصيرة. ليش؟ لأنه قحطان أظن بينه وبين سيدنا نوح قصير، بينما بين سيدنا إسماعيل وسيدنا نوح طويل. قال ابن هشام: يشلب ابن يعرب ابن قحطان. قال ابن إسحاق: وتبان أسعد أبو كرب أبو كرب أبو كرب الذي قدم المدينة وساق الحبرين من يهود المدينة إلى اليمن وعمر البيت الحرام وكساه، وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن النصر، وهو الذي يقال له: ليت حظي من أبي كريم أن يسد خيره خبله. قال أبو إسحاق: وكان قد جعل طريقه حين أقبل من المشرق، يعني كان هو في حروب متوالية ففتح على المدينة وكان قد مر بها في بدأته فلم يهج أهلها، وخف بين أظهر وخلف بين أظهر من له فقتل غيلة، يعني ما عرف من قاتله، فقدمها ومجمع لإخرابها واستئصال أهلها وقطع نخلها، فجمع له هذا الحكم الأنصار ورئيسهم عمرو بن طلة أخو بني النجار، ثم أحد بني عمرو بن مبزور. بني النجار هذول أخوال حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أخوال جده، وبشكل خاص بنو عدي بن النجار هذول أظن من بني مالك بن النجار، هذول بنو عمرو بن مبزور، واسمه مبزور عامر ابن مالك بن النجار، واسم النجار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن خزم بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. يعني هون حارثة هو الذي يجمع الأوس والخزرج، وكما ساق النسب معناته من بني مالك بن نجار، ابن هشام عمرو بن طلع عمرو بن معاي بن عمرو بن عامر بن مالك بن نجار، وطلع أمه وهي بنت عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جوشم بن الخزرج. قال ابن إسحاق: وكان رجل بني عدي بن نجار، هدول من أخوال حضرة سيدنا النبي، وقالوا له أحمر عدا على رجل من أصحاب تبع حين نزل بهم فقتله، وذلك أنه وجده في عزق أو عزق له يجده فضربه بمنجله فقتله، وقال: إنما التمر لمن أبر، فزاد ذلك التبع حقا عليهم. قال: فاقتتلوا، فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل ويقرونه بالليل، فيعجبه ذلك منهم ويقول: والله إن قومنا لكرام، فبينا تبع على ذلك من قتالهم، إذ جاءوا حبران من أحبار يهود من بني قريظة، وقريظة والنضير والنجام وعمر وهو هدل بن الخزج بن الصريح بن التوأمان بن الصبت بن اليسع بن سعد بن لاوي بن خير بن النجام بن تنحوم بن عازر بن عزري بن هارون بن عمار بن يصهر بن الفاهس بن لاوي بن يعقوب. هذا لاوي هو الذي سبط الأنبياء منه في بالتوراة الحالية، هيك بيقولوا سبط اللاويين. لاحظت كيف هدول كلهم من ذرية سيدنا هارون، وثبت بالحديث أنه لما افتخر بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة صفية، قالت له: أنا أبي نبي وعمي نبي وزوجي نبي، وذكر سيدنا هارون، فلذلك هو النسب لسيدنا هارون معروف، لكن هذا النسب لا أدري ما هو.
ابن يعقوب وهو إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليهم أجمعين، وعلى نبينا عالمان راسخان في العلم حين سمعا بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقال له أيها الملك لا تفعل، فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها ولم نأمن عليك عاجل عقوبة. فقال لهم ولم ذلك؟ فقال هي مهاجر نبي يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان تكون داره وقراره، فتناهى عن ذلك ورأى أن لهما علما وأعجبه ما سمع منهما فصرف عن مدينة واتبعهما على دينهما. قال خالد بن العزة بن غزية بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك يفخر بعمر بن طلة أصح أم قد نهى ذكره أم قضى من لذة وطره، أم تذكرت الشباب وما ذكرك الشباب أو عصره، إنها حرب رباعية مثلها أتى الفتى عبرة، فاسأل عمران أو أسدا إذ أتت عدوا مع الزهرة فيلقى فيها أبو كريب سبع أبدانها ذفرة. ثم قالوا من نأم بها أبن عوف أم النجارة، يعني النجار، بل بني النجارة إن لنا فيهم قتلى وإن نترة. فتلقتهم مسايفة مدها كالغبية النبرة، فيهم عمرو بن طلة مل الإله قومه عمره، سيد سام الملوك ومن رمى عمرا لا يكون قدره. وهذا الحي من الأنصار يزعمون أنه إنما كان حنق تبع على هذا الحي من اليهود الذين كانوا بين أظهرهم، وإنما أراد أهلاكهم فمنعوهم منه حتى انصرف عنهم. لذلك قال في شعرهم حنيقا على سبطين حلا يسرب أولى لهم، هذه لفظة تهليل وردت في القرآن، فأولى لهم بعقاب يوم مفسد. قال ابن هشام الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع، فذلك الذي منعنا من إثباته. قال ابن إسحاق وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدونها، فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن، حتى إذا كان بين عصفان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدرك بن إلياس بن وضر بن زاد بن معد، فقالوا له أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثة الملوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال بلى. قالوا بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده، وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك، يعني بيت الحرم أو الكعبة، وبغى عنده. فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهم عن ذلك، فقال له ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك، ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض نفسه غيره، ولا إن فعلت وما دعوك إليه ليهلكن لتهلكن ولا يهلكن من معك جميعا. قال فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قال تصنع عنده ما يصنع أهله، تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق رأسك عنده وتذل له حتى تخرج من عنده. قال فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قال أما والله إن لبيت أبينا إبراهيم، وإنه لك ما أخبرناك، ولكن أهله حال بيننا وبينه بالأوسان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يهريقون عنده، وهم نجس أهل الشرك أو كما قال له. فعرف نصحهما وصدق حديثهما، فقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم مضى حتى قدم مكة، فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه، وأقام بمكة 6 أيام فيما يذكرون ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل. وأري في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصف، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافر، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملا والوصائل. أول من كسى الديباج هو الحجاج بن يوسف، وكان تبع فيما يزعمون أول من كسى البيت يعني على الإطلاق، وأوصى به ولاته من جرهم وأمرهم بتطهيره وأن لا يقربوه دما ولا ميتة ولا مئلاتا وهي المحائض، وجعل له بابا ومفتاحا. فقالت سبيعة بنت الأجب بنت زبينة بنت جزيمة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن مهاوزي بن منصور بن عكرمة بن خصف بن قيس بن عيلان، وكانت عند عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيمي بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فر بن مالك بن النضر بن كان لابن لها يقال له خالد، تعظم عليه حرمة الكعبة وتنهى عن البغي فيها.
طبعا هذا بعد تبع بزمان، وتذكر تبعا وتذلله لها وما صنع بها، يعني بمكة. أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، واحفظ محارمها بني ولا يغرنك الغرور. أبني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور، أبني يضرب وجهه ويلح بخديه السعير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بعرصتها قصور، والله آمن طيرها والعصب تأمن في سبير، ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحبير يعني الكعبة، وأذل ربي ملكه فيها فأوفى بالنذور، يمشي إليها حافيا بفنائها ألف بعير، ويظل يطعم أهلها لحم المهاري والجزور، يسقيهم العسل المصفى والرحيض من الشعير، والفيل أهلك جيشه يرمون فيها بالصخور، والملك في أقصى البلاد وفي الأعاجم والخزير. فاسمع إذا حدثت وافهم كيف كان عاقبة، كيف عاقبة الأمور. قال ابن الشام: يوقف على قوافيها لا تعراب، يعني بالراء الساكنة. ثم خرج منها وتوجه إلى اليمن بمن معه من جنوده وبالحبرين، حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه، فأبى عليه حتى يحاكمه إلى النار التي كانت في اليمن. نقف هنا إن شاء الله، وهي إن دلت على شيء القصة ما بعرف مدى صحتها، لكن تدل على أنه كان في ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في العرب السابقة، وهذا سيذكره بالتفصيل بعد ذلك ابن هشام. في أي سؤال؟ هذا من الأصل في الأشياء البيحة. لماذا نجد أسماء العرب هنا مثل عبد الشمس أي بدون ال، وما الفرق بينه وبين مثل عبد الشمس؟ هذا بالاختصار فقط. صراحة أنا لا أعرف ما هو السبب، لكن كانوا يقولوا عبد الشمس وعبد الدار وعبد مناف، لما يطلقوا الشمس في الأرض في الكرة الأرضية واحدة، فلذلك أظن تنكيرة مثل تعريفة، لكن الدار في عدة دور فلذلك يقال له بالتعريف. عبد مناف لأنه مناه هي معروفة بس صنم واحد. يهود يثرب هؤلاء أكانوا يتوقعون أن النبي الأخير يكون من اليهود، وكانوا لا يعلمون أن يكون أنه يكون من العرب. في منهم هكذا وفي منهم هكذا. ما ذكر من هلاك الكعبة، من أراد الكعبة أو بغى عنده، هل بينه وبين هلاك سلطة بني أمية على أيدي بني العباس علاقة، وهلاكه في الأندلس كذلك أي بعد هجومه على مكة عند خلافة سيدنا عبد الله بن الزبير؟ هذا كان في الجاهلية يحصل، أما في الإسلام ما أظنه يحصل، وإذا حصل لا نربط بين الوقائع وبين هلاك القوم. فقرب النفر نزل فقطع أيديهم وأرجلهم، لماذا؟ لأنهم أرادوا هلاكهم. وهلأ نحن بالأفعال اللي عم نعملها شايف كيف عم نقتل كثير أبرياء. هو بس قتل هدول ما قتلهم أصلا، قطع أيديهم وأرجلهم. لماذا؟ يعني نعمل حالنا متحضرين، لاحظت كيف؟ لكن هو أرادوا هلاكه النفر من هزيل، وهو ما قتله. هذا تبع التيمم نفس السؤال. في سؤال أسئلة أخرى عن السيرة؟ ما في، نقرأ الوصايا إن شاء الله.